فريق نادي الزمالك كابتن صبري من الفرق اللي بتلعب كوره كويسه وعندها قدرات فنيه. كابتن احمد اشار لنقطه مهمه جدا، الحاله النفسيه، وانا بقول الحاله الفنيه كمان هي اللي فارق معانا، هي الحاله البدنيه فقط اللي احنا يعني الحقيقه وصلنا لمرحله الى حد ما متقدمه شويه. لكن لو انت زمالك حماده، لو انت بتلعب في وسط الجدول الدوري مثلا او انت في نص الدوري، كان الموضوع اختلف تماما. صحيح رايك. يمكن زي ما الكابتن احمد طبعا قال والكابتن حماده، مبروك للنادي الهلال وهارد لك نادي الزمالك. النهارده نادي الزمالك احنا قبل الماتش قلنا كابتن ان هم افضل فنيا وافضل بدنيا، هم لاعبين 3-4 مباريات وديه قبل بطوله الدوري عندهم، ولعبوا 3 مباريات في الدوري، فاذا لعبوا حوالي 7 مباريات قبل ما يبداوا الدوري، 3 مباريات في الدوري واربعه ودي. فانت ما عملتش كده، انت قعدت 20 يوم زي ما كابتن احمد بيقول، 25 يوم في لعيبه مريحه، في لعيبه كانت بتتمرن، فما كانتش الفرقه بتتمرن كلها مع بعض غير اخر 4-5 ايام. فده طبيعي جدا. لكن اللي عايزين نشيد بيه النهارده ان فيريرا ادار المباراه دفاعيا بصوره كويسه جدا، يعني ما كانش في اندفاع في الناحيه الهجوميه، لانك لو كنت دفعت على الفرقه دي واللعيبه دي والامكانيات والقدرات اللي موجوده دي كان ممكن الامور تبقى اسوء من كده. ولكن فيريرا تعامل مع المباراه باحترافيه، عارف ان هو ناقص بدنيا، عارف حتى فنيا في لعيبه كتير كانت الشوط الاولاني كانت بره الجيم، يمكن الخط كله لناحيه اليمين كان شيكابالا، المسلوسي، سيد نيمار ما كانوش موجودين، الحاله الفنيه بتاعتهم ما كانتش جيده في الشوط الاولاني. فدي كلها كانت عوامل تقول ان النتيجه اللي خرج بيها نادي الزمالك النهارده نتيجه جيده جدا. كون ان انت تخسر بضربات الترجيح قدام فريق كبير زي ده في الظروف اللي انت فيها دي، فدي حاجه جيده وده مؤشر جيد. مبروك لنادي الهلال، هارد لك نادي الزمالك، ونبني على المباراه دي. هي مباراه قلنا في البدايه كابتن هي مباراه احتفاليه، مباراه تاريخيه، ولكن كان مهم ان انت تفوز بيها لتاخد على طول الثقافه اللي انت ماشي بيها، ثقافه الفوز. ولكن انت ما خسرتش جوه الملعب النهارده، انت خسرت بضربات الترجيح، فده شيء جيد. وبنبارك مره ثانيه لنادي الهلال، وهارد لك نادي الزمالك.